ايه رايكم في المكنه هذه؟ بصوا شغاله وبتحلق. شوف عاملين ايه الشاشه، ايه حاطينها فين؟ تضحك يا عبد الرحمن. ايه رايكم؟ شوف شوف الهوردر ايه. الله، الفنان بتاعنا ده كابل الشاحن ده، بص كابل الشاحن والله. بصوا كابل الشاحن عامله ايه مكان كابل الداتا. اختراع. استنى اصور لكم المعلم اللي عاملهم، بس دقيقة الاول من مين. وهذا المكنة التانية رامي، بص رامي اللي انضف وشغال بيه. بصوا يا سلام المجد والشهرة. ايه رايكم اغرب مكنه في التاريخ؟ بصوا والله كابل الداتا عامله كابل موبايل، كابل شحن ده دقيق. عايز السريع، ما هو البرنامج بس خلاص. بس وده اصغر صنايع عندنا. بصوا اهو هذا شغال عليه. بص الفيكتور مايك كمان اهو. ايه رايكم؟ بس انا اطلع من برا اصور لكم ايه، اصور لكم الفنان بتاعنا.